أكبر مركز للفحص الطبي في أبوظبي، الرعاية حق للجميع ولا فرق بين مواطن ومقيم. هنا إمارات زايد، حيث يمضي الأبناء على خطى الوالد حرصا على توفير الرعاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. كانت الإمارات على موعد مع افتتاح أكبر مركز للفحص الطبي بمنطقة مصفح في العاصمة أبوظبي، ضمن مشروع المسح الوطني الذي يهدف إلى إجراء 335 ألف فحص للمقيمين والعاملين على مدى الأسبوع المقبلين. أؤكد أن دولة الإمارات مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللي نضمن من خلالها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. الأولوية ومن خلال قطاعنا الصحي كانت زيادة وتوسيع نطاق الفحوصات في الدولة. المركز الجديد يعد أكبر مراكز مشروع المسح الوطني، حيث يقع على مساحة 3500 متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 10,000 شخص يومياً. الدقة والكفاءة هما المعيار الرئيس داخل الصرح الكبير، حيث يجري تقسيم الخاضعين للفحص إلى عدة شرائح، ما بين خال من الفيروس أو مشتبه في إصابته أو حامل للمرض، حيث يتم تقديم الرعاية اللازمة حسب كل فئة. ويلعب إطلاق مشروع المسح الوطني دورا حيويا في توفير منشآت فحص على أعلى مستوى للمواطن والمقيم. وتضمن المبادرة تواصل المقيمين مع فرق طبية ومتطوعين مدربين يتحدثون بكل اللغات. وهكذا يقدم عيال زايد مبادرة جديدة واعدة لمواجهة وباء القرن، في خطوة تهدف إلى فحص أكبر عدد ممكن من سكان الدولة وتقديم الرعاية الطبية الضرورية لمن يحتاجونها. دولة الإمارات بعد فترة قصيرة إن شاء الله ستخرج من هذه المرحلة الصعبة، وستخرج إن شاء الله قوية بهمتكم ومجهودكم وبهمة عيالنا.